نرمين محطتنا التالية رح نقلب فيها أوراق علوم الطاقة ونتعرف فيها على أهمية تعزيز الطاقة الإيجابية بحياتنا واستحضارها خصوصا مع تفشي فيروس كورونا حول العالم وتواجدنا ضمن المنزل لفترات طويلة. أمور بتخبرنا عنها خبيرة الطاقة غالية البغدادي. صباح الخير. يسعد لي صباحك حبيبتي. صباحك حبيبتي. تسلمي لي. تمام. يسعد صباحك غالية وأهلا وسهلا فيكي حبيبتي. صباحك يعني دائما لما نحكي عن موضوع التفكير الإيجابي والطاقة الإيجابية عم تتعدد الدراسات ولكن كلها بتأكد يمكن على أهميتها بتغيير سلوك معين بتعديل المزاج. خلينا نحكي عن أهمية الطاقة الإيجابية والتفكير الإيجابي بوقتنا الراهن. تماما. هلا نحن على طول لما بنفكر بطريقة إيجابية بتعطيكي دافع لقدام، بتعطيكي حماس، حتى طاقتك بتحسيها ارتفعت، يعني صار عندك شيء هيك هيك حماس بالموضوع. أما لما بنحكي بطريقة سلبية يلي حوالينا بيحكوا بيضلوا بيكرروا بطريقة سلبية، هذا الموضوع كتير بيأثر علينا، بيعملنا حتى نوع من الإحباط، بيعمل لك توتر. وأهم شغلة إنه جهازنا المناعي كتير بيتأثر، يعني كلمة بتأثر على جهازنا المناعي، وبنعرف هذا الشيء بيصير معنا توتر، بيصير معنا كتير قصص. حتى الأشخاص اللي مثلا عندهم ضغط أو عندهم سكري بتحسي بيصير الضغط فورا بيرتفع، هنا ما بيكونوا عاملين شيء، هي كلمة يمكن تنحكى قدامهم بطريقة سلبية أو أفكار سلبية بتضل بتتكرر بتلعب بضغطهم، بصير الضغط بيطلع أو حتى السكري بيطلع. فكتير بدنا ننتبه نحن لهذا الموضوع. وقديش مهم فعلا بعيدا عن الظروف الحالية بشكل عام هي الإيجابية بالحياة والتفكير الإيجابي أساسا بيحسن لك يعني تماما. مزاجك خلال النهار. فكيف مع الظروف مثلا اللي عم نعيشها، إن كانت ظروف اقتصادية صعبة ولا هلأ الظروف الصحية اللي فعلا يمكن كثير من الناس أثرت على حالته النفسية. خلينا نحكي قديش فينا اليوم نلعب على تفكيرنا الإيجابي خصوصا مع كبار العمر، مع الأطفال. في بعض الفئات مثلا بتلاقيهم لأنه إحنا بالغين راشدين بنكون يمكن فينا نقدر نتحكم بمشاعرنا أكثر، بس الكبار بالسن بتلاقيهم فعلا مثل الأولاد الصغار. الصغار نفس الشيء خصوصا بهي الظروف ضمن الفترات الطويلة اللي عم نقعدها مع العيلة. فأكيد دور الطاقة الإيجابية والتفكير الإيجابي بشكل أثر كتير كبير على حياتنا. تماما. هلأ نحن بدنا نراعي بالفعل كتير شعور الكبير بالسن. ليش؟ لأنه هو بالفعل هو عرضة لكتير أنه التوتر عنده بيكون مو مثل الشباب، بيكون عادي وبيكون عنده خوف. قد ما حاول يورجيك انه هو ما انه خايف، بيكون هو بيفكر انه انا ما بدي اظهر انه انا خايف لان هو شيء عيب بالنسبه له انه انا كبير بدي ورجون اني خايف. لا، هو ما له علاقه ابدا هذا الموضوع. انا بدي كثير انتبه لطريقه حكيه ولمشاعره لحتى نظره عينه بيبين معك انه هذا الشخص هو خايف بس عم يخبي خوفه. فانا كثير بدي انتبه. يعني من فتره صار يقولوا انه كبار بالسن هن اللي كثير عرضه لهذا المرض وهن اللي بيتاثروا. طب هي هذا الموضوع مزبوط، بس انا ما فيني اقوله او ما فيني حتى احكي فيه طريقه كثير سلبيه قدام الكبار بالسن، انه لا الكبار هن اللي بدهم يتاثروا، الكبار مثلا الفئه الكبيره هي اللي مثلا عم بتموت او كذا. هذا غلط نحن نحكي هيك ناحيه الكبير. لو شو ما كانت الظروف، حتى اذا كان الموضوع طالع على التي في انا لازم فورا غير المحطه باسلوب انه حتى بدون ما ينتبه. انا شوي بدي انتبه لكلماتي اللي انا عم بحكيها، حتى انا بدي اكون حكيم نفسي بالبيت. يعني انا يلي قاعد بالبيت الست اللي قاعده بالبيت بدها تكون نوعا ما حكيمه نفسها اني انا انتبه شو عم بيصير حوالي، شو الكلمات اللي عم تنحكى. وصدقيني الام بس تكون حامله هي هذا التوتر هي حتنقله للعيله كلها. صحيح. لانه هي اللي عم بتقوم بواجبات البيت كلها. صدقيني الطبخه اللي عم بطبخها انا لما بطبخها وانا عندي توتر وخوف حانقل هي الطاقه لكل شيء ناس عم تاكل، لدرجه انه يمكن يكون مثلا ابني جاي طيبه كل الطبخه تماما، يمكن يكون ابني جاي ما في شيء ابدا كثير عادي، بس ياكل من هي الاكله بتحسي صار عنده توتر. ليش؟ انا طاقتي عم بنقلها للاشخاص، بكاسه المي اللي انا عم اقدمها عم بنقلها للاشخاص. ليش ما نحن نكون نوعا ما واعيين للموضوع اللي نحن فيه؟ يعني هو موضوع خطير صح، موضوع جدا صعب صح، بس انا لازم اكون كمان يعني على هيك درايه من الشيء اللي عم بيصير حوالي. اني انا بس اقعد بالبيت بس احمي عائلتي بس التزم بالتعليمات اللي عم نشوفها على التي في وكل الناس عم تحكي فيها، انا بكون حميت نفسي. تمام. والشيء الثاني انا بدي انتبه كيف انا عم بتصرف بالبيت. يعني انا قدر المستطاع حاول اني هدي وضع البيت شو ما كان. الحبسه صعبه، انا ما عم اقول انه قعده البيت انه هذا، بس نحن الشعب يعني معلش خليني اقولها انه شوي من انا من فتره مثلا بمحيطي بالشغل
الصبايا كلها حوالي يا الله لو في إجازة، يا الله بدي أعزل، يا الله بدي ساوي، يا الله بيضلوا إنه بدها تقعد بالبيت. نحن بس صار إنه خلص هي قاعدة بالبيت ما عاد عجبها، إمتى بدنا نطلع إمتى؟ طب نحن ليش عنا لازم نردد الطاقة السلبية، لازم يكون كلماتنا سلبية حتى عن نيت. يعني بتفتحي مثلا الفيسبوك أو كل الناس عم تحكي بطريقة سلبية أو بطريقة استهزاء. أول شيء الاستهزاء هذا الموضوع ما في لعب أبدا، وما في إنه نحن نتمسخر أبدا، هاي الطريقة بشعة جدا. الشيء الثاني طريقتي أنا ليش أنا عم موجه للناس بطريقة رعب. يعني أنا بدي أعرف شغلة، إني أنا لما بحاول أؤذي أي شخص بالكلمة أو حتى بالفعل، يعني أنا مثلا بعرف حالي إني أنا مثلا مرضان شوي، لما أنا بدي أطلع برات بيتي وبدي أنقل هذا الشيء لشخص تاني وهو ينقله لعائلته، أنا بدي يكون على وعي كامل إنه هذا الشخص خلص أنا اللي أذيته، يعني هو خلص أنا سبب الضرر لإله. الناس ما عم تستوعب هذا الشيء، إنه أنت مو بس عم تحمل وزر حالك، عم تحمل وزر أي شخص أنت عم بتحاول تأذيه. والكلمة إلها أثر، يعني حتى تماماً. التعنيف اللفظي إله أثر أكثر من التعنيف الجسدي. وفي ناس بتفكر فهلوية أو فهمنة أو أنا قويته شخصية، لا، في كتير فرق بين إنك أنت تكون مهذب بكلامك مع الآخر وبين تكون جفس وتحت مفهوم انك قوي، او يعني في مفردات تستغربي كيف تطلع من بعض الاشخاص للاسف، او حتى بياخذوا بطريقه المزح انه بيكتبوا مثلا مين في هلا ينزل يلا تعالوا نجتمع. طب هل هي شطاره؟ طب انت الشيء اللي عم بيصير هي حمايه لإلك قبل الكل، الشيء اللي عم بيصير هو لإلك قبل الكل، يعني هن قدر المستطاع عم يحاولوا يعملوا شيء انك انت تكون محمي، انك انت ما تنصاب بهذا المرض. طب انا بطلع بحكي بطريقه، وهو اللي عم بيحكي صدقيني ما حينزل، يعني هو اللي عم بيقول انه يلا مين فينا ينزل مثلا بعد الساعه، صدقيني هو اللي عم بيحكي ما حينزل. طب انت ليش عم تشتغل بهي الطريقه البشعه؟ ليش عم بتوجه هي الطاقه السلبيه للناس وانت عم تكون سبب بأذى الناس؟ وما عم بيعرفوا شغله انه الكون صدى، مثل ما بترسلي رح يرجع لك. يعني انت بكلمه عم تاذي الشخص، حتدور الايام وحترجع تنأذى بنفس الشيء اللي اذيت فيه غيرك. فكتير بدنا نكون واعيين لهذا الموضوع. غالية بدي انطلق بالنقطة الثانية من عبارة قلتيها، بدنا نهدي الوضع بالبيت، يعني ظروف شوية صعبة في، يعني كل عائلة بتلاقي الشخص الإيجابي والشخص السلبي. خلينا نحكي اليوم كيف أنا ممكن بالبيت خلال الساعات اللي عم أقضيها أخلق لحالي مساحة من الراحة النفسية إذا بدي أقول. تماما. هلا أنا بحكم شغلي على طول الناس بتجي بتقلي أنا كيف بدي فرغ السلبي اللي عندي، أنا كيف بدي هيك أعمل وقت لإلي، أنا كيف بدي أشتغل على حالي. كثير بتجيني ست بتقلي أنا جا عبالي مثلا غير بحالي، أعمل شيء جديد، كيف ما عم بفضى مثلا بين شغلي برا وبين البيت وبين. طب هي إجتك فرصة، ليش نحن ما نشوف الشيء الإيجابي من قعدة البيت؟ ليش أنا على طول بشوف الشيء السلبي؟ في كتير شغلات ناقصة بالبيت فيني أنا أشتغلها، مو ناقصة أني أنا أشتريها. أنا كمان ما عم بحكي إنه يعني ما بدي أطلع يقولوا الناس إنه عم بتنظر، لا، في كتير شغلات أنا فيني أعملها بالبيت وأنا قاعدة. صحيح. يعني سلي حالي، اشتغل على حالي، مثلا هاي القطعة بدها خياطة خيطة، شيء منزوع قدر المستطاع أقدر زبطه، اشتغل على حالي بطريقة لك، أعمل ماسكات بالبيت لإلي، اعتني بحالي، أعمل تقشير، أعمل ماسكات، أعمل قصص أنا أتسلى فيها. وأهم شغلة إني أنا فرغ الشيء السلبي اللي عندي. كيف أنا فرغ الشيء السلبي اللي عندي؟ فرغه بطريقة إني أنا بقعد بكتب أنا مزعوجة من هيك، مزعوجة من هيك، مزعوجة من هيك، بكتب وبحرق الورقة قدامي. أنا هيك أعطيت أمر للعقل الباطن إنه هاي الأفكار أنا ما حبيتها، فورا بتطلع من عقلنا الباطن. حاول انا اخترع شغلات انبسط فيها، يعني انا شو بحب اقرا كتاب، اجى الوقت المناسب لاقرا كتاب، اقعد مع اولادي. يعني هلا الامهات عم بتعاني انه اولادي، طب هل انت قعدتي مع ولا انت كل الوقت قاعده مثلا على الموبايل انه يلا وتاركتيهم عم بيضوجوا؟ طب شيء طبيعي بده يضوج. اما انا لما بنقول للاولاد يلا اطفوا كل شيء تعالوا لنحكي هالقصه، يلا انت شو عملت، او نلعب. كنا نلعب العاب وقت كنا صغار بالبيت كثير كانت حلوه، انه هي مثلا اسم حيوان نبات، انه نكتب ونجيب وراء ونكتب او هالالعاب. طب ليه ما نرجع نعملها؟ ليه ما نرجع قدر المستطاع بتكاليف كثير بسيطه اقدر سلي حالي وسلي اللي حوالي، بحيث اني انا اعبي هالوقت الفراغ بدون ما اذي حدا، وكون انا علمتهم شيء استفادوا منه. وهي هي كلها تدريبات للذهن، يعني تدريبات بتنشط الذهن، خصوصا الاطفال هلا عطلوا من المدرسه. يعني لما انا حتى مثلا بقول حرف بقول لهم يلا مين بيعطيني جمله بهذا الحرف او شيء، نحاول نعبي وقتنا بشغلات تكون ايجابيه، وعطوا نطلع على الشيء الايجابي يلي عم بيصير بهالفتره، ما نطلع على الشيء السلبي، يعني ما يضل حكينا كله سلبي. طيب غاليه نحن عم نحكي يمكن شوي عموميات، خلينا نبلش بخطوات صحيحه من البدايه كيف فينا نعمل تحفيز للتفكير الايجابي، وهي تترديد افكار ايجابيه مع بدايه النهار. يعني هي الى خطوات متتاليه فيني كثير من الناس فعلا بتبلش صباحها بافكار سلبيه. تمام. انه انا بلش نهاري كيف بدي اخلص شغل، هلا العجقه مع الاولاد. خلينا نحكي عن خطوات
تدريجية لتحفيز التفكير الإيجابي من خلال حتى ترديد الأفكار بصوت عالي وأنت قبل ما تفيقي من النوم. تمام. قديش فعلا بيأثر خلال النهار؟ تماما، تأثير أكيد كتير كبير. نحن بدنا نبلش قبل ما فيق، بدي بلش من الليل، أنا عشو نمت؟ يعني أنا كيف نمت؟ بدي بلش بهي الطريقة. لأن أنت إذا نمتي عنا عم يناموا يفيقوا ويناموا عنا تماما، يعني أنا إذا نمت على أفكار سلبية وأنا عم بسمع إشاعات سلبية وعم شوف الأخبار فيها كل شيء سلبي، أكيد حفيق حكون كتير متوترة، ما حكون إنه حتى نومتي حتكون متوترة، يعني بتفيقي بتقولي أنا حاسة حالي جسمي مكسر وكأني ما نمت. أنا بدي انتبه لهذا الموضوع، أنا قبل ما نام ولو بنص ساعة حاول خلاص، يعني أنا بدي أشوف شيء إيجابي، يعني افتح شيء حلو، شوف فيلم حلو، حط غنية يمكن أنا بحبها، يمكن فنجان قهوة، يمكن شيء أنا بعمله بحبه يكون في شيء إيجابي لإلي. هي أول خطوة بدي أعملها قبل ما نام. وقت بدي أحط راسي على المخدة ونام، هي الدقائق اللي أنا بدي أغفل فيها هي كتير مهمة، لأنه هي بتعمل لنا تحفيز، يعني بتفيق صبح بتحسي حالك متنشطة. بتحسي كل العالم قبل ما تنام بيمر صيت حياتها، كل المواقف السيئة وعرفتي كيف. تماما. يعني بتلاقي العالم بتيجي تحط راس على المخدة إنه أنا أصلا هذا ضايقني هذا، لا يعني نقلب عملية فعلا العقل الباطن والتفكير بشكل كثير كبير. تماما صحيح، لان هي برمجه، انت عودتي حالك، يعني عقلك الباطن مثل ما بتبرمجي بيتبرمج معك، خلاص انت عطيتي امر اني انا بس بدي احط راسي على المخده بدي اتذكر شريط حياتي السلبي كله وبقيم كل شيء ايجابي، خلاص هو تعود انه هو هي هيك، فبصير اول ما تحطي راسك على المخده بيشتغل بقى التفكير السلبي. لا هون نحن انا بدي اغير، بدي اتذكر الشيء الايجابي بحياتي، كل شيء شيء حلو صار معي، او انا بدي اطمح اشوف لقدام انه لا بكره حيكون احلى ان شاء الله، ازمه وبتمر ايام وحنخلص، كل ما التزمنا حيكون في يعني تسريع بالامور، في حنطلع مثل قبل، يعني فكر بالشيء الايجابي ونام. وفي الصبح صدقيني قبل ما اقوم من تختي اول ما افتح عيوني اول شغله بحمد رب العالمين اني اول شغله صحيت، الشغله الثانيه اني انا بطلع هيك بلاقي حالي نايمه ببيتي تختي الحمد لله، يعني هي شغلات كثير الناس فائتها، في ناس متمنيه انه صح تماما انه تكون عندها بيت او سرير تنام فيه او شيء، بطلع هيك بطلع بقى من غرفتي بطلع بلاقي عائلتي حوالي مجتمعين، مع انه نحن من فتره كنا كثير عم نعاني عم نقول انه يا ريت هيك نجتمع، والله ما عم نجتمع كل واحد بشغله، هلا ما صرنا عم نجتمع صرنا بدنا نتخانق سبحان الله. طب ليش؟ يعني في شغلات انا بشتغل عليها، ففي بطلع عائلتي حوالي قاعدين ببلش بطريقه ايجابيه الحمد لله نهاري حلو الله رح يحميهم، وببلش احكي بقى بطريقه ايجابيه، حتى يمكن بغني غنيه اللي انا بحبها انا عم بعمل قهوتي واعملها واقول مثلا حب سلام محبه شفاء للجميع، وصبها القهوه شوفي الطاقه الايجابيه اللي حتكون بالبيت. واول شغله انا كمان بدي اقولها التنفس، التنفس لما انا اذا فقت وكان عندي توتر التنفس الطاقي كثير مهم، خصوصي هلا الناس اللي بتصحى بكير صدقيني حتشوف الهواء قد ايه تغير. يعني انت لما بتفتحي شباكك الصبح تعملي الشهيق وترجعي تحبسي النفس شوي وزفير، اول شيء انت عم بتفرغي سلبي، ثاني شيء انت عم تاخدي بالفعل هواء نظيف. يعني تغير حتى ريحه الهواء تغيرت بهالفتره، انسان بتحسي في نظافه يعني. فانا وقت بعمل هذا التنفس الطاقي انا بكون فرغت وبرجع بقى برجع لامور البيت برجع لحياتي بشتغل بطريقه تكون بالفعل كتير ايجابيه. اذا في عنا وقت صغير فيني انا اكون مطفي كل شيء مثلا بطبيعه الكهرباء عم تطفي مثلا اطفي موبايل شوي اقعد اعمل جو تامل، التامل كتير منيح، التامل كتير مهم لانه هو بيفرغ كمان 70% من الطاقات السلبيه اللي عنا. وانا كيف برمج حالي على التامل؟ يعني انا حط موسيقى على موبايلي انا بحبها، كون موسيقى كتير هادية، اشعلها على موبايلي وغمض عيوني واتخيل نور نازل من السماء وداخل هيك من شاكرة الرأس وعم ينزل على كل جسمي، مثل اتخيله مثل دوامة عم تمشي وعم بتنظف وعم تشيل كل شيء سلبي، يعني آلام رأس العيون الأنف التم الرقبة عم ينزل هيك وينظف وينظف حتى آخر شيء يخرج. انت بس تعيشي هاي الحالة بتحسي حالك بعد عن جد وكأنه في شيء تنظف جسمك كله، يعني بتحسي حالك تنشطي. طب هذا هي الطريقه بالذات، اول شغله انت بتكوني عم بتنظفي جسمك اول باول، عم تسترخي كثير وعم يعني تطلعي تقريبا 90% من الطاقه السلبيه او من التوتر اللي انت حاملتي. بتمنى انا الناس هلا يلي قاعده عن جد يعملوا التنفس ويعملوا التامل ونعلم اولادنا حتى، يعني نقعد بالارض ماما تعالوا نعمل هيك، هي منا لعبه تقول لهم لعبه وتشوف قديش حتى ابنها حيهدى، ما تضل تقول ابني وابني. صح نعم.
هلا يمكن كمان بهذا الوقت بالقعده بالبيت في سلوكيات كثير عم بتكون منا تغيير ساعات النوم، عم نشوف كثير اشخاص عم يناموا 7 الصبح عم يفيقوا 5 او 4 المساء، وجبات الغذاء تبعيتهم تغيرت، كل حياتهم هن غيروها بايدهم، برايك قديش هي السلوكيات اليوم عم تنعكس سلبا على طاقتهم وطاقه المحيطين فيهم؟ تماما. هلا اكيد هذا الشيء كله عم ينعكس سلبا، لانه هو قد ما نمتي بالنهار، اذا نمتي طول النهار مو مثل نوم الليل. الليل في طاقة تانية، يعني هي طاقة استرخاء، بتنامي بتحسي حالك عن جد عندك نوع من الاسترخاء، بتنامي بنهار بتفيقي بتحسي حالك جسمك مكسر ومعصبة وبتضلي كل الوقت متوترة. أنا بتمنى للناس ترجع تزبط أول بأول، لأنه هذا الشيء كتير منيح. حتى غالي بيقولوا لازم فترة الشمس الصبح، يعني إذا في بلكون في يمكن نور، في أشخاص عندهم مساحة قدام البيت بقلب البيت يعني يستغلوها يقعدوا كلياتهم بالشمس، كمان تماما. مصدر منيح للطاقة، كتير منيح، وخصوصي إذا عملوا التنفس الطاقي، يعني شخص يطلع ويعمل هذا التنفس ويفرغ هذا الشيء السلبي اللي عنده. واهم شغله بدي اعرف اني انا لما بدي اغير بروتين حياتي، ان كان بطريقه نومي او باكلي، انا هذا الشيء كله عم بياثر على جهاز المناعه عندي، فانا بدي انتبه لهذا الموضوع، لان بهذا الوقت بالذات انا لازم اقوي المناعه عندي قدر المستطاع، يعني انه جهاز المناعه لازم يكون قوي، ما اخليه يتعرض لاي شيء نزل انا من مناعتي. طيب بالختام غاليه، خلينا نعطي بعض النصائح لمشاهدينا عم يتابعونا اليوم لتحفيز التفكير الإيجابي، وكيف فينا فعلا نبلش نهارنا بطريقة إيجابية. تمام. بدي أقول لهم شغلة، قد ما كان عنا ضغوط وقد ما كنا تعبانين، فكروا بطريقة إيجابية، فكروا ببكرة الحلو، فكروا أنه في أمل، فكروا أنه هي فترة بسيطة وحتمر، كل ما التزمنا حتمر بسرعة، كل ما قعدنا بالبيت. والله القعدة بالبيت حتمر. حلوة يعني، هي ليش العالم حسسنا أنه هي فترة صعبة؟ يعني والله القعدة بالبيت واللمة العيلة والاجتماع والسهرات المساء مع بعض، يعني حتى هلأ مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي بتخلينا نتواصل ضمن بيوتنا، يعني نفتح نوافذ مع بعض عبر أي وسيلة اتصال، ونعمل فعلا لمح كمان مع رفقاتنا. صحيح. مع اللي بنحبهم. يعني أكيد هي شيء من طبع الإنسان، يعني هو طبعنا النق، فلازم نحن نضل حامين هاي القصة بس مو أكثر. أكيد. نعم غالية، يعني دائما بناخذ الطاقة الإيجابية منك، مع بهذا الوقت لازم نكون نستحمل بعض أكثر، نفكر بالكلمة الحلوة، نقول أهم شيء نفكر باللي مقابلنا بشركائنا بالبيت، مو أنا بس مضغوط، أكيد اللي حوالي كلهم مضغوطين، يعني خلينا بس نرجع نفعل الشغلات الإيجابية. قديش كنا مثلا نتهرب نقول مثلا ما قدرت رد على التليفون، أو عن جد أنا مضغوطة أو نمت من التعب، اليوم نرجع نفعل التليفونات كمان فينا نطمن على الآخرين فيهم. تماما أكيد، بس نخلي تفكيرنا شوي إيجابي ونفكر ونشوف الشيء الإيجابي، ما على طول نحكي بالسلبي. شكرا كثير لك غالية حبيبي.